يالتشين كوتشوك معلم أوجلان والعقل المدبر للبككة. الجزء الثالث، كيف اندمج يالتشين كوتشوك مع صفوف البككة. التقى كوتشوك بزعيم حزب العمال الكردستاني البككة المسجون عبد الله أوجلان عام 89، غير أنه لم تربطهم آنذاك علاقات قوية وعميقة، غير أن كوتشوك وبعد لقائه أوجلان بدأ بنشر أفكاره وآرائه وكتاباته في جريدة البككة ياني أولكا أي الوطن الجديد، بهدف التأثير على قادة وكوادر ومؤيدي البككة. وتحدث بعض كوادر البككة عن العلاقة بين أوجلان وكوتشوك آنذاك بأنها كانت علاقة تواصل عبر الاتصالات الهاتفية، وهذا ما يوضح بأن هذه العلاقة لم تكن في مستوى بارز، بحيث يستطيع كوتشوك من خلالها تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه والمكلف بها وبلوغ أهدافه المرسومة، وأن كوتشوك مضطر لإنشاء علاقات قوية وعميقة، وهذا ما أجبره لنقل نضاله وخدمته لأوروبا. ولم يغادر كوتشوك تركيا في أشد المراحل والأوقات وأصعبها، والتي وصل فيها اعتقال الكتاب وناقدي الدولة لمستوى خطير، غير أنه وفي عام 93 كانت هناك امرأة صاحبة أكبر بيت للدعارة في تركيا، إذ كانت الشخصية الأولى على مستوى الدولة التركية لدفع الضرائب للدولة. وقد أدان كوتشوك هذا الشيء واستنكره وجعله مبررا لمغادرته تركيا واللجوء لفرنسا، والحق أن هذا كان مجرد مبررا للتقرب أكثر من البككة وأوجلان، وكذلك لكي يستطيع التحكم والسيطرة على إعلام البككة. استطاع كوتشوك تقوية علاقاته مع المؤسسات والمنظمات الكردية بعيد ذهابه لأوروبا، كما طلب بعدها الالتقاء بأوجلان، وهذا ما حصل. ففي عام 94 توجه إلى الشام، وهناك أنشأ علاقات قوية وعميقة مع أوجلان، وهنا تبدأ مرحلة أخرى من العلاقات بين المعلم والتلميذ، علاقة قوية وعميقة ومنعدمة النظير بين أي تلميذ ومعلمه على مستوى العالم. وفي الشام يلتقي كوتشوك بأوجلان في المدرسة المركزية للبككة، ويعقد معه لقاءات إعلامية، وبعدها يقوم كوتشوك بتنشئة وتربية كوادر وأعضاء البككة. وفي ذاك الوقت يعتبر أوجلان كوتشوك معلما له، كما أن كوتشوك يصف أوجلان برئيسه المحترم والأخ والقائد. وفي عام 95 وخلال إعداد تقرير مؤتمر البككة يرى كوتشوك دوره، وآنذاك وفي هذه المرحلة يقوم كوتشوك مع بيلغاسو، وهو ممثل مسرحي تركي يقال بأنه حبيبة كوتشوك، كان قد قدم معه للشام، ومعهم علي حيدر جلاسور وهو شخصية مدنية، بعرض مسرحية يقوم فيها بيلغاسو بدور رئيسة وزراء تركيا آنذاك تانسو تشيلار. وخلال المسرحية تم عرض الطريقة التي تغلب بها أوجلان على تانسو تشيلار، وكانت هناك مجاميع ذات أفكار مغايرة وشتى في تركيا، وكانت جماعة كوتشوك ضد أفكار تانسو تشيلار، ودائما ما كانوا يتحاربون فيما بينهم حول المواضيع والمشاكل الداخلية لتركيا. وكانت علاقة كوتشوك بأوجلان كعلاقة صديقين حميمين، بحيث كان تقرب أوجلان من كوتشوك أكثر من تقاربه لكوادر البككة. وبعد مغادرته الشام توجه كوتشوك إلى بلجيكا، وهناك قدم برنامجا أسبوعيا على فضائية البككة مات تي في، كما كانت تتم استضافة أوجلان لهذا البرامج أحيانا. وخلال برامجه وعلى شاشة قناة البككة يقول كوتشوك بأن أتاتورك كان ربانا بارعا، غير أن أوجلان وفي تاريخ الكرد ربان وقائد أبرع منه، بحيث استطاع اجتياز الحركة الكردية من مرحلة بالغة الصعوبة لهذه المرحلة. ودائما ما كان يثني على أوجلان ويبجله بطريقة يرتقي فيها بشخصيته مستوى الإنسان العادي. وفعلا أوجلان شخص ذكي ويفهم الأحداث، غير أن يالتشين عظمه ورفعه أكثر، وكتب يالتشين كتابا حول الطفولة أوجلان بعنوان قصة البعث. وخلال كتابه هذا نشر كوتشوك لقاءاته الإعلامية مع أوجلان،
وتم نشر الكتاب وتوزيعه في تركيا عام 93، وكان ينبغي على تركيا عدم فسح المجال لنشر هذا الكتاب، إلا أن الكتاب وجد في كافة المكتبات بتركيا عموما ومكتبات مدن شمال كردستان خصوصا. ويصف كوتشوك خلال هذا الكتاب أجلا بأنه مركز التاريخ الكردي. يقول يالتشين في هذا الكتاب: أجلان يزرع الورود في أفكار الكرد، أجلان روضة الورود في فكر الكرد، أجلان بطل كردي منذ طفولته، خصائص أجلان منعدمة النظير، أجلان طور تاريخ الكرد ومجده، والكرد سينهضون ويزدهرون بأجلان. وحتى ذلك الحين كانت البكك عند الحديث عن الانتفاضات الكردية السابقة يقولون بأننا ورثة تلك القادة والانتفاضات. وبعد عقد التسعينيات انتفى ذلك كليا لدى البكك وغيروه كاملا وقالوا بأنهم بدأوا من الصفر. والحق أن يالتشين كوتشوك هو من خلق هذا التصور والرؤية لدى البكك، لأن هذه الانتفاضات التي حدثت في كردستان كانت على أسس كردستانية وقادتها الشيوخ. وقد أوهم كوتشوك البكك وكوادرها أن كل هذه الحركات والثورات الكردية لم تكن ذات معنى وهدف، وأن البكك كحركة قد بدأت بالحركة الكردية من الصفر، وأنها ستبني وتؤسس تاريخ الكرد. والحق أن هذا أصبح من الحقائق التي لا تقبل التشكيك والإنكار لدى البكك، وهم يعترفون بأنهم متقاربون أكثر من اليسار التركي، والذي كان دانيس كازميش ومهر تشابان يترأسونه ويقودونه أنذاك. وبهذه الطريقة وعن طريق كوتشوك استطاعت تركيا تحريف البكك عن مسار تاريخ الكرد. وقد استهدف كوتشوك الشخصيات الكردية في أوروبا وأحدث صراعا بينها وبين البكك، وخير مثال لهذه الشخصيات الكثيرة هي شاركايا وسرهات بوجاك، فقد عداهم في كتاباته التي نشرها واعترضهم للمشاركة في برامج وحوارات مات تي في، وأظهرهم على أنهم شخصيات ذات مصالح مادية، واصطفافها في صفوف البكك إنما هو لهذا الغرض. وقد انتصر في خطته هذه واستطاع قطع علاقات أجلان بهؤلاء المثقفين. ترقبوا الجزء الرابع.